لعبها في ليفا احنا في الدوري. حبيتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. الكرة أهداف نتجول مع مجموعة كبيرة من الأهداف في حقب مختلفة من الرياضة الكويتية الخليجية على مستوى الأسيوي، أيضا نحاول إن شاء الله نضع هذه الأهداف وتشوفونها تذكرونها، خصوصا السنوات تمر سريعا فتبقى بعض الأهداف الآن أهداف قديمة، والبعض يطلب بعض الأهداف للاعبين معينين من الجيل القديم. أنا قاعد أحكي إن شاء الله نحرص من خلال هذا البرنامج أن نقدم هذه الأهداف بإذن الله تعالى. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 9/3/1993 في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم التقى التضامن وفريق نادي الساحل. وعاد وين التضامن اللي كان في التسعينات؟ فرق شاسع، يعني كان فريقا مميزا في النجوم واللاعبين المميزين في تلك المرحلة، كان فريقا ممتعا غير عن التضامن خلال السنوات الأخيرة اللي تراجع مستواه بشكل واضح. التضامن كان ضمن لاعبين مجموعة من اللاعبين المميزين، لكن اختلفت الأمور، الفوز كان لصالح التضامن. نشاهد الأهداف معا. إلى تضامن، في تغيير بعد شوية، في تغيير، حاول يحطها براسه عبد الله. جول 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 عبد الله أبران. كرة حلوة بترفع له في منتهى السهولة، بيطوف فيها عبد الله أبران، مسجل منها الهدف الأول للتضامن، بيفاجئ فيها المدافعين. شوف 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 رقم 20 يرفعها. شوف 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 عبد الله أبران، عبد الله بيحطها براسه، حارس مرمى بتطيح من يدين حارس مرمى، بيضربها بايده وبتدخل بالجول، مسجل منها الهدف الاول. في تغيير، خطره 4-5 من فريق الساحل، هجمه لميسر، ميسر ميسر، وراح يشوت، راح يشوت، راح يعدي، راح يطوف، راح يطوف، بيمر، لكن سهله سهله سهله، المدافع بيغطي عليه، بيتاخر فيها. شليمي مره ثانيه الى حمد مرزوق بيلف ويدور وبيرفع كرة حلوة إلى عبد الله أبران وزميله يمه اللي بيقول كمان كمان حط 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 جول 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 يا قبندي، يا أحمد يا قبندي، رقم 13، جول حلو. اللي البديل اللي نزل مكان اللاعب جمال مبارك، شوف شوف عادل بطي، هذا حمد لما رفعها، حمد شو أبران، شوف بيصلحها لزميله براسه، وهذا حمد رقم 13، شوف 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 بيحطها بالزاوية على يمين حارس المرمى، الزاوية بالربع كلش، ما يطولها. باجي ربع ساعة، نص ساعة، باجي ربع ساعة، نص ساعة 30 دقيقة، وباجي ربع ساعة، وفي هجمة، في هجمة لميسر، ميسر من حقه براسه أمام المرمى، راح يحط، راح يحط، جول 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 جول، يا سلام يا عبد الله يا أبران، يا سلام عبد الله، جول رقم 11، عبد الله وأبران بيسجل هدف حلو جدا في الزاوية البعيدة على يمين حارس مرمى. شوف 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 هذا، هذا ميسر، شوف شوف ميسر بيرفعها، وعادل شوف يحركها براسه ويتابعها عبد الله وبران، وبيسجل منها الهدف الثالث. المخرج تلعب لأنه يتقدم، يشارك الفرق اللي بالمقدمة في المجموعة الثانية، تلعب على طول الساحل، ساحل هاجمين، حاول يعدي وكسر بالنص الى 20 على الى طلال، حاول مع طلال، حط وحاول يدخل، جول 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 طلال العنزي في الدقيقه 47،
في دقيقة 47 طلال العنزي رقم 20 بيسجل طلال العنزي جول في دقيقة 47 من الوقت الضايع. شوف 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 يا عادل بطيء، هذا طلال العنزي، شوف يتابعها، شوف يتابعها، بيخليه المدافع بيخليه، بتشوف بتضرب في القائم وبترجع له مرة ثانية وبيكملها بالجول، مسجل منها الهدف. في 18/10/1993 في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم التقى العربي والنصر، والعربي تذكرون برز عندهم فترة الفترات لاعب ينقال له خالد جاسم، لاعب مستوى ولاعب خلوق ولاعب مميز، ولا قرابة أن يكون الهدف باسم خالد جاسم. نشاهد الهدف معنا. أحمد جاسم، كرة طويلة إلى محمد الهاجري العربي مع بدر مساعد، مساعد طويلة توصل إلى علي حسين يحطها، الله ترعب، توصل جول، جول العربي، جول العربي، حط له علي حسين، ترتد الكرة من العارضة إلى أحمد خالد جاسم، خالد جاسم رقم 12 المتابع الجيد من الكرة اللي ابتدت كرة علي حسين، هذا خالد جاسم رقم 12 في الدقيقة 41. شوف هذه عادة، هذه عادة في البطيء، هذه كرة علي حسين علاها ولعبها فعلا وارتدت من العرض وحاول فيها ظاهر العدوان، ارتدت للمتابع، خالد جاسم يسجل الهدف الأول للعربي، قول العربي يتقدم بهدف لخالد جاسم. شوف هذه عادة في البطيء أيضا، كرة علي حسين لما ارتدت وتابعها خالد جاسم لاعب العربي يسجل. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 18/10/1993 في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم القادسية والتضامن. ولما نحكي احنا دائما اكثر من حلقة عرضنا مجموعة لأهداف نادي التضامن، لما نحكي في تلك المرحلة عن التضامن فتذكر ذلك فريق المميز الممتع، يعني فما بالك اذا كان خط الوسط فيه عبد الله وبران والمغفور له باذن الله تعالى ناصر السوحي، وكان محمد الشليمي في ذاك الوقت الله يرحمه، وكان بشير صلبوخ ومجموعة وجمال مبارك، يعني والله اسماء كثيرة عشان لا تسقط من الذاكرة. لذلك لا قرابة أن يحقق التضامن فوزا على فريق نادي القادسية للسوحي وعبد الله وبران. شاهد الأهداف معنا. خطأ مثل ما خطأ أمس حارس مرمى، أيضا المباراة كرة وضربة حرة من عبد الله وبران، سوحي، سوحي، الله يا ولد، يا 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 حريف يا ناصر عامر السوحي، يا حريف يا ناصر عامر السوحي، شوف عبد الله وبران تركها، وشوف السوحي، شوف السوحي، شوف حطها بالزاوية اللي كان مفروض واجب فيها محسن خلف، تركها وراح للحيطة الآدمية اللي مفروض لعبها لعبد الله وبران، وتبقى المباراة، عبد الله وبران لعبها ناحية اليمين إلى عادل عبد النبي، عادل عبد النبي لعبها لعبد الله وبران فاضي، عبد الله وبران فاضي، لكن توصل عبد الله وبران، عبد الله وبران وبيحصلها عبد الله وبران، وخطرة ما زالت، جول 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 جول، قايل لكم قايلكم خطرة ما زالت، خطرة ما زالت، خطرة ما زالت، خطرة ما زالت بالفعل، خطرة ما زالت لعبد الله وبران، خطرة خطرة خطرة، كانت خطرة، كانت خطرة لما لعبها عادل عبد النبي، لما لعبها عادل عبد النبي، لما لعبها عادل عبد النبي، شوف 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 شوف، راح عبد الله وبران، عبد الله وبران، شوف ما زالت خطرة لحد الآن، وعبد الله وبران هيها، شوف ما حد يمه وحطها بالزاوية صعبة القوية، هدف، هدف في الدقيقة، كارت لعبد الله وبران.
جاسم يدير الهواء. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم. بإذن الله تعالى قد لنا موعد جديد وأهداف جديدة في حقب مختلفة. فالكم طيب إن شاء الله، اليوم ودوم. لعبها بليفة.